في الاختصاص اليوم بعد أشهر من تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات والغياب الكلي للتعليم التقليدي، تطرح التساؤلات اليوم بشأن جعل التعليم برمته إلكترونيا وعن بعد في المرحلة المقبلة. وهنا ينقسم خبراء التربية والتعليم بين مؤيد ومعارض، فيما يرى فريق ثالث أنه يمكن الجمع بين تقنيات التعليم الإلكتروني والتقليدي للارتقاء بالعملية التعليمية. نتابع. معظم الجامعات أغلقت أبوابها بعد انتشار فيروس كورونا، لكن لم تتوقف عجلة التعليم، وإنما أعلنت غالبية الجامعات أن الدراسة ستكون عبر الإنترنت العام المقبل. وهنا نتساءل، هل سيصبح التعلم عن بعد أسلوباً للدراسة في المستقبل بعد أن تم تطبيقه بحكم الأمر الواقعي والضرورة؟ اليوم وبعد أشهر من تطبيق التعلم عن بعد في الجامعات، نستطيع تقييم التجربة، حيث تتفاوت نسبة نجاحه بين بلد وآخر في عالمنا العربي، وذلك استناداً إلى جودة البنية التحتية الإلكترونية. وبالتالي انقسم خبراء التربية والتعليم إلى فريقين، فريق مؤيد لتعميم تجربة التعليم عن بعد، وهؤلاء يقولون أن التعلم عن بعد يوفر الوقت كما يوفر مصاريف الدراسة التقليدية، كذلك يعتبر فرصة لتنشئة جيل متمرس باستخدام التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى ذلك أن المنصات الإلكترونية تقدم المادة التعليمية بشكل ممتع وسهل الاستيعاب، كما توفر نظام متابعة دقيقة لمستوى تقدم الطلبة. أما الفريق المعارض لتعميم تجربة التعلم عن بعد فله رأي مختلف. هؤلاء يرون أن التعلم عن بعد تجاهل الطبقات الفقيرة، كذلك طبق وسط انقطاع في الخدمات في بلدان عديدة. والأمر الأهم، كيف لدول مثل سوريا ومصر والجزائر والعراق التي تعاني في الأساس من مشكلة سرعة الإنترنت أن تطبق فيها هذه الفكرة بشكل دائم؟ ففي مصر أطلق مغردون وسم إحنا مش عارفين نذاكر أونلاين للتعبير عن شكاوى الطلاب وغضبهم من عدم تأهيل المؤسسات التعليمية إلكترونياً. أنا كطالبة إعلام أنا شايفة أن في أدراك كتير وقع عليا ككلية عملية، ففي حاجات كتير أنا محتاجة أن أنا أعملها بإيدي وأن أنا أبراكتس عليها كذا مرة في استوديو حقيقي مش في البيت، أستخدم إكويبمنتس معينة. مش كل طالب إعلام معاه المعدات كلها كاملة عنده في البيت، مش كل طالب إعلام عنده كاميرا وعنده إضاءة وعنده مايك، فدي حاجات كلها أنا محتاجة أن أنا أعملها في استوديو حقيقي أو أن أنا أكون تكون متوفرة لي في الجامعة. فريق ثالث يدعم دمج التعليم التقليدي والإلكتروني، خاصة في ظل تعذر تطبيق التعلم عن بعد في الاختصاصات التطبيقية. التكنولوجيا هي أداة ممكن استخدامها بطريقة إيجابية أو سلبية، بس ما لازم ننسى أنه هي أداة مساعدة مش بديل للتعليم، هي أداة مثل الحياة لأداة تانية، هي منا بديل للتعليم، هي بتساعد التعليم. وأكيد أنا بقول أنه يمكن يكون جزئي بس منه كلي، وأكيد بده وقت، حتى إذا بده يصير كلي بده وقت، لأنه نحن بحاجة لبيئة تحتية تكنولوجية مناسبة بالوقت الحاضر. كما تصل قطع البيتزا إلى المنزل أو عندما نطلب سيارة أجرة عبر خدمات الأونلاين، ستصل المادة التعليمية إلى الطلاب عبر الإنترنت وفي المنزل، والأيام القادمة هي من ستقول كلمتها إن كانت تجربة التعليم عن بعد ستعمم أم لا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من القاهرة خبير التعليم الإلكتروني الدكتور أحمد الحتناوي. أهلا وسهلا بك دكتور، صباح الخير. حابين نتناقش أكثر عن هذا الموضوع، وموضوع أخذ جدل كبير الفترة الماضية، وإحنا فعليا حابين نعرف أنه هل يمكن أن يتحول هذا الأسلوب في التعليم إلى أسلوب واقعي الفترة المستقبلية بدلا عن التقليدي؟ صباح الخير وشكرا للاستضافة. الحقيقة الموضوع ده في منتهى الخطورة ومنتهى الأهمية، يعني بجد، لأنه حضرتك عارف أن التعليم وعملية التعلم دي عملية مستمرة مدى الحياة، يعني هي طبعا بتبتدي في المدارس ثم الجامعات، لكن هي عملية مستمرة، وهي أهم حاجة في تقديري، لأنه قوة أي بلد بتيجي من مستوى الثقافي ومستوى الوعي اللي موجود فيها. طيب ننتقل من هنا، إحنا مفروض نعمل إيه؟ طبعا المفروض نعمل كتير الحقيقة. الوضع الحالي مش يعني طبعا الوقت جه بسرعة والدنيا اتحركت
محاولة من السادة المسؤولين في كافة الدول ان هم يتابعوا الموقف اللي حصل نتيجة الفيروس، لكن مفروض نبني خطة متكاملة في تقديري فيها جوانب لم تستخدم بعد خالص، واحب ان انا نتعرض ليها. وعايز اقول انه هي منظومة كاملة، الجزء التقني جزء طبعا مهم زي ما اشار التقرير، لكن هي ثقافة عامة، الجزء التقني، المناهج، المدرس، عملية التعليم والتعلم. الحقيقة لازم نبص لها على ان هي بتتمركز حوالين الطالب، تقليديا كان بتتمركز حوالين المعلم. نعم. دلوقتي انتقل وسائل التربية الحديثة يعني الى ان احنا نبص للطالب هو center of operation، هو مركز الحركة. طيب يعني بالتالي لازم نفهم انه ده المستقبل، وعندنا فرصة ذهبية في تقديري بالدول اللي بالذات بتعاني من مشاكل كثيرة من جودة التعليم. وخلينا نكون صراحة، أغلبية الدول العربية ما هياش متفوقة تعليمين، وبالذات الدول اللي ذكرت أسمائها في التقرير. يعني طب دكتور، هو فعليا الآن في بعض الجامعات أعلنت نيتها أنه الفترة المقبلة راح يعتمدوا رسميا التعليم عن بعد. أنت برأيك دكتور هل مقتنع كامبريدج كامبريدج لا كامبريدج مثلا كامبريدج في إنجلترا قالت إحنا هنعملها من 2021، يعني السنة دي هيبقى، بس ده بره. يعني داخليا حاليا مضطرين أنه أغلبية الجامعات تحولت الى استخدامه، بس يعني حضرتك وانا وزملائي كثيرين من اعضاء التدريس في الجامعه بنعاني او يعني بيعانوا بشده من هذا الامر الحالي نتيجه ضعف بعض الحاجات. خليني اقترح حاجات محدده. هنتكلم الاول بالنسبه للجامعات. احنا مثلا في مصر عندنا حوالي 50 جامعه تقريبا. الجامعات محتاجه ان هي في كل جامعه نبني حاجة بنسميها نقطة تبادل الإنترنت. نقطة تبادل الإنترنت دي حاجة مهمة جدا في معمارية شبكة الإنترنت، اللي هي بيحصل عندها عملية التحول، لأن أغلبية بلادنا الحقيقة نقاط تبادل الإنترنت فيها بتستخدم أوروبا ودول يعني خارج أفريقيا. مصر احنا عندنا نقطتين ضعاف جدا، فمحتاجين نبني نقاط تبادل الإنترنت. وأنا بقترح أنه دي يبقى بشكل رئيسي مركزها موجود في الجامعات، أو يعني سنترالات الشبكات التحتية اللي قريبة من الجامعة. ومحتاجين نستخدم تقنيات أفضل عشان نمنع المشاكل اللي بتقترن بتعليم عن بعد. يعني مثلا تقنية زي ما يسمى البلوك تشين دي بتعرف بشكل واضح المستخدم، بحيث انه ما يحصلش اي نوع من الغش في عملية. دكتور بس عشان قصر الوقت عندي سؤال مهم فقط. الان بعد طرحت تساؤلات الفترة الماضية، بعد ما التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني اثبت ايجابيته الفترة الماضية، ليش ما يكون يعتمد رسميا الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء الجائحة؟ وهل هناك سلبيات للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد برأيك؟ هو عدم اعتماده الحقيقة مرتبط، هقول بجزء منها بثقافة المجتمع بشكل عام، واحنا يعني المجتمعات بالذات او المجتمع المصري يعني بنتمي ليه، لكن عملية التغيير في العادات والتقاليد بتبقى عملية صعبة قوي الثقافة. فاحنا لازم نبتدي ونركز على الجزء الثقافي من الموضوع عشان الناس تتقبل، وبالذات ان احنا مثلا في مصر عندنا في حوالي 2 مليون مدرس. دول ممكن يفتكروا ان هم في ظل التقنيات الجديدة يبقى فيه مثلا ضرر ليهم ولا غيره. بالعكس، انا شايف ان في فرصة ان هم ينموا حتى مهاراتهم ويستمروا في هذا الامر. النجاح التجربة يعني هترك التجربة، لازم التقييم يتم باسلوب علمي ومحايد، مش اللي مقدم الخدمة هو اللي يقيمها. نعم يعني دكتور، في أفكار فعلا نعمل جداً. أن يكون هناك أنا عايز تقييم واضح ويعني مثبت للفترة المقبلة عن التعليم. أنا عايز أضيف نقطة لضيق الوقت دكتور، للأسف لا ليس لدينا وقت حاليا. انضم لنا مع القاهرة خبير التعليم الإلكتروني دكتور أحمد الحفناوي، شكرا جزيلا لك.